أصدر الجيش الإسرائيلي تعديلاً لتصريح وجه فيه أحد المتحدثين العسكريين نصيحة للفلسطينيين الفارين من الضربات الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر. وقال الجيش في تعديل وفي هذا التعديل إن المعبر الحدودي بين غزة ومصر مغلق حالياً. كان كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين قد قال لصحفيين أجانب قال إنه يعلم أن معبر رفح والذي يقع على الحدود بين غزة ومصر لا يزال مفتوحاً، كما نصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك.